مرحبا بكم. في هذا الفيديو سأريكم برنامجا يمكنكم من معرفة مستوى الكلمة الإنجليزية، هل هي تنتمي إلى E1, E2, B1, B2, C1 أو C2. ما ستفعلونه، أولا ستدخلون إلى هذا الموقع Oxford Learners Dictionaries Text Checker، سأضع الرابط تحت الفيديو في صندوق الوصف، ثم تأخذون النص الذي تريدون. أنا سأخذ هذا النص ثم أنسخه هنا، ثم تنقر على Check Test. كما ترون فقد تلونت الكلمات طبقا للمستوى الذي تنتمي إليه. فالمستوى A1 تلون بالأزرق، و A2 باللون الأحمر، B1 باللون الأورنج باللون البرتقالي، و B2 باللون الأخضر، C1 بالبنفسجي. وهذا هو المبيان الذي يبين لنا هذه المستويات والنسب المئوية. ف A1 نسبة المئوية 57، A2 12%، B1 4%. كما تلاحظون كلما تقدمنا في المستوى إلا وقلت الكلمات، فالكلمات الشائعة هي الكلمات التي تنتمي إلى A1. لهذا إذا فهمت هذه الكلمات فستفهم تقريبا 95% من النص. إذا نقرتم على Activities هنا يمكنكم إنتاج تمرين انطلاقا من هذه الكلمات. مثلا سنختار هذه الكلمة Advantage، Slim Advantage أو Slim فقط Slim، Percentage، Leads، وسأنقر على Create Exercise، Show Missing Words يعني أظهر الكلمات الناقصة، done، export، export ستحصل على PDF. هنا سأضع، لا أحتاج لوضع أي عنوان. هذا هو الإكسرسايز التمرين. كما تلاحظون أعطاني 3 كلمات وفراغات لأضع فيها هذه الكلمات: slim، leads، percentage، وهنا فراغات لتضع الكلمة المناسبة. شكرا لكم وإلى اللقاء.